مرحبا بكم جميعا. أنت تشاهد الآن كورس جديد يسمى كورس 2021 لتعلم اللغة الإنجليزية. كورس جديد 2021 لتعلم اللغة الإنجليزية. وأنا سأضع هذه المقدمة في معظم فيديوهاتي في هذا الكورس بسبب أن أغلب الطلاب لا يعرفون كيف يصلون للدروس السابقة أو إذا ما فاتتهم بعض الدروس. يا عزيزي، كيف تشاهد الدروس التي فاتتك؟ أو إذا كنت طالب جديد، كيف تجد الدروس السابقة حتى تبدأ معنا من السابق وتواصل معنا الدروس الحالية؟ كل ما عليك فعله هو أن تضغط أسفل الشاشة التي في يديك، سواء بالجوال أو في اللابتوب، على اسم قناتي. إذا ضغطت عليها ستظهر لك في الأعلى ما يسمى قوائم التشغيل. من خلال قوائم التشغيل ستجد مجموعة دروس تم دمجها مع بعض. سأقوم أنا أيضا بتجميع دروس الكورس الجديد، والذي اسمه ستجد اسمه كورس جديد 2021 لتعلم اللغة الإنجليزية. إذا ضغطت على هذه المجموعة من الدروس في المستقبل ستجد أنها ستفتتح لك أو ستظهر لك بالترتيب، يعني من الدرس الأول والثاني والثالث والرابع. هذه طريقة. الطريقة الثانية، تستطيع أنك تكتب في اليوتيوب مباشرة كورس جديد 2021 لتعلم اللغة الإنجليزية مع مراد، وتكتب مثلا الدرس رقم 1، الدرس رقم 2، الدرس رقم 3، وسوف تظهر لك. هذا ما أردت أن أوضح لك إياه. Hello everybody، مرحبا بكم جميعا إلى تدريب رائع جدا. As you can see، كما تلاحظون، we have، لدينا كلمات باللغة العربية. We want you، نحن نريدكم أنكم تعطوني the meaning، المعنى. طبعا هذا التدريب لتقوية الذاكرة عندك، يعني أكيد أغلب الطلاب أخذوا هذه الكلمات مسبقا، ولكن نريد أن ندرسها مرة أخرى حتى نثبتها في ذاكرتك. فنأخذها كنطق ونأخذها ككتابة. كيف نقول هم؟ هم بالإنجليزي معروفة أنها they وتعني هم. ورجل man وتعني أول. الامرأة woman، هي man موجودة man هنا ولكن أضيفت فقط woman. مان رجل، وومن امرأة. الولد هو بوي، وعندنا أحيانا نقول الطفل مثلا كيد. هناك فرق ما بين بوي ولد وكيد طفل. خذها كلمة من عندي إضافية، يعني بوي كيد طفل. الفتاة هي girl وتعني فتاة. girl يعني فتاة. اليد، جسم الإنسان، اليد هي كلمة hand. رقم 50 الذي يعني يريد أن 50. العين هي eye. إذن they هم، حاول تقرأها معي. man أحسنت، woman امرأة، boy ولد أو kid طفل، girl فتاة، hand يد، 50 50 eye وهي العين. أما الإذن فهي ear. أما الفم mouth. الأنف
nose. الأسد lion. الفيل ينطق elephant. الPH ينطق فاء. elephant. الربيع أو فصل الربيع spring. الشتاء winter. الشتاء. الصيف summer. الصيف والخريف نستطيع أن نقول عليه fall أو autumn. هذا الخريف. ننتقل إلى كلمة غني. غني هي rich. فقير poor. اخرج هواء من فمك. poor وليست بور. poor هي البنت يعني لها she و he أنتم you أنتم نحن we نحن منزل house كبير ممكن تقول big أو large. big أو large كلاهما يعني كبير. صغير small وممكن تكون صغير جدا tiny. small tiny. قديم old. غالي expensive عكسها رخيص cheap قوي strong ضعيف weak تشبه كلمة weak لكن EE اللي تعني الأسبوع هي نفس النطق. جميل. عندنا beautiful أو عندك كلمة أخرى نقول عليها pretty beautiful pretty يعني كلا الكلمتين تعني جميل. قبيح ugly قبيح يعني مش جميل. هذه الكلمات أنصحك أنك أنت عيدها في فيديو من جديد قبل أن أكتبها أنا وحاول تعرف أنت معناتها وتكتبها في الدفتر. يعني لو عدت الفيديو من البداية شوف أنه مش موجود الكلام اللي أنا كتبته. أنت تحاول تكتبها ثم قارن مع ما كتبته أنا آخر الفيديو. امشي الفيديو الأخير شاهده مرة ثانية وشوف إيش الفرق ما بين إجابتك وإجابتي. أتمنى يكون الفيديو فادكم وننتقل إلى فيديو قادم. Thank you very much. Good luck.